موضوع الاستثمار وترجمة براءات الاختراع تحتاج لها اند يوزر، يعني جهة مستفيدة. هذه الجهة المستفيدة ما ممكن تكون هي نفس القطاع الحكومي. اليوم تعرف الساحة الاقتصاد هش، عملية دعم ابتكار وتحويله إلى منتج تحتاج لمجموعة من المراحل، مرحلة البروتايب، مرحلة البري برودكشن، مرحلة الكوميرشلايز. هذا الموضوع كله ترجمناه في الاستراتيجية الوطنية للابتكار. وأني طبعا منذ استلام السيد رئيس الوزراء، خلي يسمعني للأمانة وما أريد الحكومة تزعل، لكن أنا أحكي بواقعية وعندي مخاطبات رسمية، منذ استلام السيد رئيس مجلس الوزراء إلى رئاسة الوزراء إلى يومنا هذا قدمنا مجموعة تقريبا 4 مخاطبات لمقابلته، مو مقابلتي أنا شخصيا، مقابلة الهيئة الإدارية. وإحنا بدورنا ما عندنا مطلب يعني لا مادي ولا، بالعكس إحنا مقدمين استراتيجية وطنية متكاملة إشوة باستراتيجيات اللي بالمنطقة. عندنا التوبيكات التركية، عندنا استراتيجية الوطنية الإماراتية، عندنا مشروع 863 الصينية، عندنا الوكالة التايلندية للعلوم والتكنولوجيا. هذه الاستراتيجية حاكينا فيها واقع الحال في العراق، وأدرجنا أنه إحنا عندنا بحدود 300 ما يزيد عن 343 براءة اختراع في الجانب الصحي والدوائي، عندنا بحدود 511 في الجانب الهندسي والإنشائي، عندنا 1600 وسمثينج في موضوع العلوم التطبيقية والصناعة التحويلية والبتروكيميائية، عندنا 600 وما يزيد عن 675 في الجانب الزراعي. هذا أخذناه في مجموعة محاور باستراتيجية. اليوم أني أستشهد عند زيارة رئيس الوزراء إلى الإمارات كان هنالك استطراد يجب أن نقف عنده من قبل ولي العهد لأبو ظبي، قال للسيد رئيس الوزراء، قال للعراق صاحب فضل على الإمارات من خلال مهندسي وأطباء ومن خلال العلماء، واستطرد ولي العهد قال ولا زالوا. هذا يعني يدعونا أن نشبر غور هذه الكلمات. هؤلاء هذه العقول الآن اللي هاجرت، لكن هم لا زالوا تلاميذ إلى الرعيل الأول، موجودين أساتذة جامعيين في العراق. يجب أن نستثمر اللي يبني الإمارات في هذه الجنسية. في قول أمام السيد رئيس الوزراء عليه أن يقف عند هذه الجزئية. هسه اللي مطلوب الجانب الثاني هو تفعيل الاستراتيجية اللي مقدمها، تفعيل الاستراتيجية أو إخضاعها إلى أي لجنة علمية ممكن أن تعيد قراءتها أو تقييمها. أنا أيضا خليني أقول لك على شيء، صار لي عامين أنا أقدم طلب إلى السيد رئيس الجمهورية، ما عندي طلب رسمي يعني فيما يخص المؤسسة، من أقول أني أقول المؤسسة اللي بيها 3000 عالم، إلى السيد رئيس الجمهورية منذ مؤتمر السليمانية اللي أقمناه على حسابنا في الجامعة الأمريكية في السليمانية، منذ ذلك التاريخ طلبت مقابلة وفد إلى السيد رئيس الجمهورية دكتور برهم صالح، وخليه يسمعني، لحد الآن ما تمت الإجابة. أني أعرف من ياسنا طلب منذ نهاية 2019 نهاية 2019 إلى يومنا مقابلة. هذا طلبنا مقابلة بوفد وعندنا استراتيجية وقلنا له وعندنا ملف ودنقول وخلي في بالك أنا خليني أقول لك إياه، الأمة التي تزدري مبدعيها لا تستحقهم، وهذا قول معروف جدا. المبدعون رأة الأمة، ما ممكن تتصور عالم الغد إلا من خلال مبدعي اليوم. اليوم أتساءل أنا، هل يعقل انه انت الجواهر الثمينه عمرك ما لقيتها على سطح المحيط او على البحر ولا على الضفاف، بالأعماق. تجدها في الاعماق في الجوهر. علينا ان نسبر غور هذه العقول. يعني تريد تقول اكو تقصير واضح في هذا الشيء حتى في المؤسسات المبتكر والمبدع يقاد من قبل الموظف التقليدي اللي، خليني اقول لك، هذا عبد الله القصيمي في الكتاب عنده اذا تسمح لي يقول العرب ظاهرة صوتية، يقول التعليم للموهوبين من أصحاب الأفكار اللي قابلة للتطبيق. اليوم عندنا موهوبين كثر، ولكن عندنا ألقاب كثيرة غير قابلة للتطبيق. عندنا كذا بروف كذا دكتور، لكن عندنا الموهوبين. بالمناسبة المبدع والمبتكر ليس حكرا على الأكاديمي. أنا عندي إذا تسمح لي في المركز عندي مجموعة من الرجال اللي تعليمهم بسيط، بضمنهم ماجد مشل عنده براءة اختراع في المجال الحربي وهو رجل كبير تحصيله الدراسي بسيط، عندي حسين الشمرتي
عنده طاحونه مال الاسمده الان ده ينتج عندي احد الاخوان.